أهلا بكم إخوالي أخواتي متابعين القناة، حياكم الله. موضوع اليوم رح نحكي على البواسير، اللي عندها ألم في البواسير أو سيلان فموضوع اليوم جدا مفيد. اللي يعرف نبتة العشرق، اللي ما يعرفها رح أنزل له الصورة عشان يعرفها أكثر. هي اللي رح نستعملها اليوم، جدا مفيدة ورائعة، رح توقف الألم، رح يختفي المرض بإذن الله تعالى. عشبة اليوم اللي هي عشبة العشرق مفيدة جدا للغازات، للانتفاخات، للشرايين، كوليسترول، تنظف الجسم سبحان الله، تنظف الدم، جدا رائعة. اللي عندهم سرطان الكولون رح نزل لهم الطريقة، رح تكون غير طريقة اليوم. مفيد جدا إن حطيناه في الماء المغلي وغسلنا به الوش للحبوب اللي عندهم حب، خاصة الرجال مع الحلاقة كده ما يقدر حتى يحلق بسبب الحبوب هذه. استعمل هذه الوصفة جدا قيمة ورائعة. بس لا نخرج على الموضوع، اليوم رح نحكي على البواسير. هذه العشبة الرائعة جدا جدا جدا، ايش راح نسوي بها؟ راح ناخذ حبتين او ثلاثة، يعني ثلاثة حقة نبتة العشرق، عشرق، نغليها في الماء ونغطيها، عقب نشرب منها. فهمتوا علي؟ والثاني ايش راح نسوي؟ نفس الطريقة، راح نغليها في الماء ونحطها منقوع، يعني نحطها في اناء مرة كبير او في الحمام في البانيو، نضاعف الكمية، نحط مية دافية، لما يدفى الموية تنزل المريض أو المريضة شوية شوية على وضعية الجلوس لين يسويها حمام، يعني راح يجلس على الماء هذا نفسه، يكرر العملية ويشوف إن اختفى الألم، راحت البواسير، جدا رائعة وقيمة. راح تدعو لي إن جربتوها، وصفة حقيقية قوية فعالة، فترة بسيطة جدا حسب كمية البواسير، أو يعني إذا كانت توها طالعة راح تكون 3 أيام ويختفي الألم. إذا كانت يعني من فترة تعاني من ما نفع معك أدوية الدكتور، فراح تستعملها مكررة لمدة 3 أيام. جدا قيمة ورائعة. لا تبخلوا علي بلايكات، انزلوا الحين سووا لايكات واشتركوا عشان تستفيدوا من الوصفات إن شاء الله اللي راح أنزلها قريبا. مع السلامة.